اللي في السلام عليكم، واش راكم بخير؟ صحيحه ان شاء الله كاملين تكونوا بخير، تكونوا مزيانين. البنات جيت لواحد الفينكل دايرين فيه 70% ديال التخفيضات، تبارك الله ما شاء الله. هي البنات شوفوا لي السيكان 15 ناقص 15، شوفوا لي ما شاء الله. هي البنات دايرين فيهم التخفيضات خطيره. اما الحوايج البنات شوفوا لي تباي قولي 3 ايرو لهاد الحويجات هكا ديال الصيف، كيكونوا شويه باردين. ماشي غير الصيف اللي دايرين تخفيضات، دايرين حتى المشتى هكاك 3 ايرو. شتو البنات 3 ايرو الحوايج هكا، شوفوا لي هكا الجيبات هكا البنات 3 ايرو ما شاء الله. كاين هنايا عاوتاني تركويات البنات كما كتشوفوا معايا، والله الا زوينين نقيين 4 ايرو. شوفوا لي 5 ايرو البنات، والله الا زوينين. شوفوا لي تاني هذا الستيل هكا، هذا الستيل هذا اللي كيتلبس يديه طوال وهو قصير شويه شي شويه هكا على البنات 5 ايرو. شوفوا هنايا تاني هذا الستيل هكا البنات العصريات لي جون 5 ايرو. وكاين هادو ديال 10 ايرو البنات، شوفوا لي تاني هذا الستيل بالنسبه للبنات 10 ايرو البنات. شوفوا لي ثاني هذا الستيل تاع التركويت مزيان تهم يا اخت 10 ايرو. شوفوا ثاني هذا الستيل، هذا 10. والله البنات الا كاين ما يدار. شوفوا البنات هادو زوينين هكا 3 ايرو البنات 3 ايرو. شوفوا لي البنات هاد التركويت هادو اللي كنت صورتهم ديجا في بريمارك في هيما، دايرين 10 ايرو كيك. شوفوا دايرين 10 ايرو الوان وطوال وعرض البنات. عرفتوا انا ما فهمتش هاد التخفيضات هادو اللي راهم دايرينهم ما شاء الله. شوفوا البنات 10 ايرو، عرفتوا هذا غليظ البنات، هذا غليظ وطوال مزوينتهم. تنشوفوا 10 ايرو البنات، واو تنشوف حكا نحمق على هاد التركويات البنات. شوفوا ليا ولا تقريبا كيتشبهوا لدوك اللي فهيمه، كيشبهوا عرفتوا البنات مزنتهم 10 ايرو وسخان وطوال. شوفوا ثاني هذا النوع حتى هو 10. شوفوا البنات هادو 5 ايرو، هادو انت كتشوفي 5 ايرو والله الا مزنتهم في اللبسه يا البنات. تلبسوا واحد البودي لتحت وزوين في اللبسه كيجي زوين. وكاين هذا النوع البنات 10 ايرو، كاين هذا البارس حتى هو 10 ايرو. المهم ما شاء الله اختي التخفيضات، والله شوفوا هذا 15 ايرو. غادي نشوفوا الثمن نيشان، يا 15 ايرو البنات. شوفوا لي جواكيطه مزوينتهم، ولكن هادو كيكونوا قصار شي شويش 15 ايرو البنات. عطول البنات انا دخلت ما تسولت ما حتى شي حاجه، ما خدتش الاذن ان فوا لقيت هاد التخفيضات، ولكن عرفتوا الفينكل راه عامر البنات نورمال، حيتاش واحد التخفيضات اللي راهم دايرين. شوفوا لي البنات على التريكو عرفتو مزينتو 10 ايرو واو 10 ايرو ايه، ولكن عنده واحد الدقه هنا البنات اللي كيلبسوا داك المقطع و عرفت كيف كيسميتو. المهم انا ما عنديش من داك ستيل البنات، ولكن ديكور زوين. شوفوا لي ثاني هادو 5 ايرو، شوفوا لي ثاني هاد الستيل هادو كيلبسوهم هكا البنات جون 5 ايرو. ثاني هاد الستيل مزينتو 5 ايرو. شوفوا لي البنات ها هما دوك التركويات اللي قلت لكم عليهم هكا كيتلبسو مزيرين البنات 5 ايرو. شوفوا لي التركويات اللور كيفاش داير صراحه زوين. غنشوف واحد التوني هنايا، شوفوا البنات 5 ايرو، شوفي 5 ايرو والله البنات اللي تيحمقوا بالله، والله اللي عجبوني صراحه الله. كنظن غادي ناخذ واحد البنتيه حتى هي كيعجبها هذا الستيل. عطو نشوف، شوفوا البنات الستيل هكا كتلبس شويه قصير مع التوني ديالو 5 ايرو، يتكنا 10 ايرو به بالسرويل ديالو. كنظن غادي ناخذ لها شي واحد فوالا. شوفوا لي ثاني هنا هادو 5 ايرو، شوفوا البنات 5 ايرو
شوفوا لي السراول والله مزينتهم لصاحبتي، 5 يورو. كي جاكم البنات هذا السروال هذا واش نقدر ناخذوه؟ عجبني عجبني يا زوين، ما عرفت غادي نشوف واش نقدر ناخذ شي واحد. شوف البنات 5 يورو، شوفوا لي على قميجات هكا كيتلبسوا هكا قصار شويش. شوفوا لي هذا الستيل حتى هو 5 يورو. المهم عجبوني هنايا، نشوف البنات هذا الستيل. شو تونيات البرد 5 يورو، هادو كيجيو هكا قد العيالات والبنات وكلشي يلبس. شوفوا لي ثاني 5 يورو البنات، اللي ما بغاش اختي غير اللي ما بغاش 5 يورو. شوفي ما شاء الله، عرفتي كتلقاو شي تخفيضات. نسيت البنات نقول لكم على واحد البنات في اوروبا، البنات في اوروبا نسيت نقول لكم على واحد الفينكل، عرفتوا البنات انا بعيد عليا شي شويش ومشيت له البارح صراحه، مي لقيتهم مبلع ولقيت عرفتوا الدروك بزاف. الوغ واحد الفينكل كيسميتو بي بي سي، بي بي سي البنات راه غادي تبلع، ديك الشركه راه غادي تبلع، وراهم كيبيعوا الالكترونيك، الكترونيكا البنات عرفتوا شحال التخفيضات راهم دايرين فيهم. مهم راهم غادي يبلعوا داك المحل، ديك الشركه راه غادي تبلع البنات، قلت لكم ديك الشركه راها غادي تبلع، عرفتوا راها كتبيع بالرخه، ولكن الا شريتي ما غاديش تقدري ترجعي لهم، فهمتي؟ بي بي سي البنات شي مهم، واحد يعلم واحد. بي بي سي شركه ديال الكترونيك، عرفتي تشري اي حاجه بالثمن اللي بغيتي نتيا حيت راها غادي تبلع. المهم راه علمونا هنايا في هولندا، ومشيت انا البارح لقيتها مبلعه يا مر، ولكن ما قدرتش نرجع لها اليوم حيت بعيده عليا. شوفوا لي البنات هذه 9 يورو، اني 6 يورو البنات، اني 10 يورو ويلي ما ديوش عليا البنات هذو اخت، 10 يورو زوينه. وهذه 3 يورو، شوفوا لي على تريكويات. المهم هادو غير لي جون هكا البنات مع جيبات